بطل الدوري. ليه دايما الناس حاسه ان هناك صراع او خلاف ما بين الاهلي واتحاد الكوره في كل العصور اطلاقا؟ طب واللجنه الخماسيه الحاليه ما فيش اي خلاف. احنا بص يا كابتن زي ما قلت لك احنا كنادي اهلي محمود الخطيب احنا ما بندورش غير على حقوق النادي الاهلي. يقول لك النادي الاهلي طول النهار بيعمل بيانات. يعني ايه يعمل بيانات؟ هو البيانات دي حرام؟ مش احسن ما احنا ما عندناش حد بيتكلم؟ احنا عندنا تشانلز. ما عنديش رئيس نادي او ما عنديش حد بيطلع يتكلم كل يوم بالليل يقعد يهاجم فلان وفلان. احنا ناس بتشتغل بحرفيه مظبوطه. عندنا تشانلز، عندنا متحدث رسمي، عندنا مدير نادي بيتكلم في الامور الاداريه بتاعه النادي. عندنا مدير كوره بيتكلم في الكوره. فلما يبقى رؤيه مجلس الاداره تطلع ببيان ده مش عيب. يعني فاهمني ازاي؟ احنا النادي الاهلي يعني انا اسف في اللفظ، اللي بيقعد على كرسي مجلس اداره النادي الاهلي مش بالرخص ان هو يطلع كل يوم يتكلم. لا، ده 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 عضو مجلس اداره او رئيس نادي الاهلي. دي قيمه كبيره. مش سوري، مش عمال على بطال. بالك قد ايه ما عملتش حوار سنتين تقريبا. انا اخر حوار لسه بعتالي الادمن بتاعتي شيماء بتقول لي ان انا اخر حوار عامله معاك من سنتين 2018. صحيح. احنا ما بنطلعش والناس بتعتب علينا، بس انا شايفه ده الصح. انت النهارده عندك ما تضايقوش كاعضاء مجلس اداره اطلاقا اطلاقا يا كابتن. انت داخل تخدم مجلس الاداره جوه مجلس الاداره ترسم استراتيجيات، لكن في ناس تانية مسؤوله انها تتكلم. مش انا اللي بس، لكن انت بس. ارجع اقول حاجه، انت ما يبقى عندك قضيه معينه زي مثلا اللائحه. لائحه النادي. انت النهارده لائحه النادي، اما انت بتعمل دستور النادي الجديد، فمحتاج ان الناس اللي شغاله يطلع ابراهيم كفراوي مع طارق قنديلي يتكلموا في حاجات، يطلع مهند يتكلم في حاجات رياضيه، يطلع محمد سراج يتكلم، يطلع ضماطي يتكلم، يطلع خالد مرتجي، يطلع فاروق عمري فاروق، يطلع الدرندالي مهند ولد من الكوادر المحترمه، راجل بطل عالم. اللي تحت السن بص احنا عندنا الحمد لله طارق قنديل، محمد سراج، كلهم بصراحه سراج وجرحي والضماطي. فالحقيقه عندنا يعني ناس جميله. والكابتن خطيب اما اختار ما بين مزاج ما بين ده صحيح. الناس القديمة وخبرة والناس الجديدة.